علاج صرع الجن بالتنويم المغناطيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كيف يعقل صرع الجن بالتنويم المغناطيسي؟ لا يعقل. الجن له علاقة بالجن، والتنويم المغناطيسي له علاقة بالتنويم المغناطيسي، لا يمكن أن نجمع البعض. ولكن عندما نعرف بأن علاقة الجن بتلبس في الإنسان فهذه خرافة، وهذا يعتبر مرض نفسي. الأشخاص الذين نراهم أنهم لهم فيهم جني وفيهم قبيلة من الجن وفيهم جنية عاشقة إلى آخره، هادو مرضى نفسيين، وهادو المرضى النفسيين يمكنهم أن يتعالجوا عن طريق التنويم المغناطيسي. الأشخاص الذين يقولون لا، بل يوجد تلبس الجن، بل يوجد كذا، نحن نقول لهم ستجدون رابط في أسفل الفيديو يشرح هذه الأمور بالتفصيل للمؤمن وبالأدلة على أن الجن لا يتلبس بالإنسان، بل الأشخاص الذين يظنون أو يتوهمون على أن الجن يتكلم عن الإنسان، بل هم فقط مرضى نفسيين، وهذه أمور طبيعية وعادية. كل شيء مشروح في الفيديو الذي هو موجود رابط في الوصف. أما من ناحية لو كنت تعرف شخصا ما مريض بتلبس الجن الذي هو يتوهم، لن أقول لك مرض نفسي، سأعطيك المصطلح حتى تفهم. عندما أقول لك شخص فيه صرع الجن، اعلم أن أتكلم عن شخص مريض نفسيا، أوكي؟ فهذا يستطيع أن يتم علاجه عن طريقة التنويم المغناطيسي. فنركز على برمجة عقله الباطن حتى ذلك الاعتقاد وذلك التوهم لا يأتيه مجددا. هذا هو الشيء الذي أركز عليه بشكل كبير جدا في مجال صرع الجن بالتنويم المغناطيسي. فإذا كنت تعرف شخصا ما هو مريض نفسي ويظن على أن فيه جنين أو شيء من هذا القبيل، أو أنه مسحور أو شيء من هذا القبيل، تواصل معنا حتى نعالجه بشكل نهائي. اشترك في قناتنا، ولو عندك أي تساؤل أو سؤال حول هذا الأمر اكتبه لنا في التعليق وسنرد عليك بالتفصيل الممل. هذا كل شيء. قم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك وعائلتك إلى آخره حتى يتعرفوا على هذا الأمر، بأن لا يوجد شيء اسمه صرع الجن، بل الأشخاص الذين يسقطون إلى الأرض إلى آخره هذو مرضى نفسيين فقط، لا أقل ولا أكثر. للعلاج تواصل معنا، وإلى اللقاء.